ده امر مهم. وكان طبعا دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، كان ممثل النادي الاهلي بتكليف طبعا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وعرض كمان عرض كامل عن تاريخ الاهلي وجماهيريته في مصر وافريقيا والشرق الاوسط، بوصفه نادي القرن الافريقي والاكثر تحقيقا للبطولات. شارك في المؤتمر ده عدد من الانديه والشركات الكبيرة المتخصصة في مجالات التصميم والتطوير وتسويق العلامة التجارية. بجانب الحضور الفعال طبعا للنادي الأهلي، تواجد كل من أندية برشلونة، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إيفرتون، فالنسيا الأسباني، وعدد من الأندية المميزة في الحقيقة، وأسماء كبيرة جدا على مستوى العالم. وده أمر غاية في الأهمية. النادي الأهلي بيتحرك في عديد والعديد من المجالات اللي بتكون في صالح النادي دايما، سواء جماهيره أو أعضائه. تطرق كمان دكتور محمد سراج الدين لقيمة الأهلي التسويقية وحجم فروعه في مصر ومنشآته المختلفة ودوره المجتمعي وحجم الميزانية الأخيرة ومشروعاته السابقة والمستقبلية وأسباب المشاركة، عشان برضو تبقى معروفة للناس. المشاركة في هذا المؤتمر ليه أسباب مهمة جدا، وأهم هذه الأسباب الترويج لاسم النادي الأهلي والعلامة التجارية للنادي ومشروعاته على النطاق العالمي ومواكبة ما هو جديد والاستفادة مما توصلت إليه تجارب الأندية العالمية في مجال التطوير والتسويق لمشروعاتها. ده أمر غاية في الأهمية، ودايما النادي الأهلي سباق في أمور بتبقى مهمة جدا، سواء على المستوى الإداري، المستوى الإنشائي، الاجتماعي، الرياضي، كل الأمور الناس شغالة بشكل كويس. ودايما زي ما قلت لحضرتك قبل كده، التقييم بيبقى لجمهور النادي الأهلي والأعضاء النادي اللي بيلمسوا بشكل كبير جدا مدى التطور في جميع المجالات داخل القلعة الحمراء، وشغل مميز جدا في الحقيقة بيقوموا بيه. طيب نتكلم بقى في ايه؟ في الماتش امبارح الاهلي فاز فوز مهم جدا، فوز غايه في الاهميه على الهلال السوداني في الجوله الثانيه من دور المجموعات وبطوله